منظمة الصحة العالمية لا توصي باتخاذ قيود تجارية على المنتجات الغذائية من الدول الموبوءة بفيروس كورونا المستجد. وبناء على ذلك، الهيئة العامة للغذاء والتغذية تعتمد كافة القرارات الصادرة من المنظمة المبنية على دلائل علمية. الهيئة العامة للغذاء والتغذية ممثلة باللجنة العليا لسلامة الأغذية لم تقم بحظر استيراد المواد الغذائية من أي دولة من الدول بما فيها الدول الموبوءة، لكون هذا الفيروس لا ينتقل عن طريق الأغذية، وهذا ما أكدته لنا تقارير منظمة الصحة العالمية واللجنة العليا لسلامة الأغذية. كما شددت الهيئة الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية في جميع المحافظات وعبر المنافذ الحدودية للتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات الصحية. كإجراءات احترازية فقد قامت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بتكثيف دورها الرقابي والتفتيشي على المنشآت الغذائية باختلاف أنواعها في جميع المحافظات، وإلزام العاملين فيها بارتداء القفازات والكمامات حرصا على الصحة العامة. أخصائيو التغذية شددوا على أهمية التغذية الصحية السليمة لتقوية مناعة الجسم لمواجهة أي فيروسات معدية. فعلشان نعزز من الجهاز الهضمي تغذويا، محتاجين ان احنا ناكل غذاء صحي متوازن، ونركز على مجموعه الخضار والفواكه اللي هي تعتبر غنيه بفيتامين سي. فيتامين سي موجود عندنا في الحمضيات، خصوصا الجوافه، البرتقال، الليمون، وايضا نستفيد من الانتي اوكسيدنت او مضادات الاكسده اللي موجوده في التوت والفراوله وانواع التوتيات المختلفه. ايضا الشق الثاني من الخضار عندنا الفلفل الرومي الملون، يحتوي أيضا على قيمة عالية من فيتامين سي. فمن كذي احنا نقول دائما نقلل من تناول الأغذية خارج المنزل، بالإضافة أنه يكون الأكل مستوي ولدن حتى لا يصاب بالتسمم الغذائي.